دكتورة، كان في مؤتمر شباب كان في جامعة القاهرة من حوالي فترة، والرئيس وأطلقوا برضو 2030 في حاجة اسمها الدولة الرقمية، إنه الداتا كلها تبقى قاعدة بيانات واحدة علشان أقدر أخد قرارات تبقى مظبوطة، علشان لا غشيني، إيه اللي بيحصل؟ إن دي رايحة فين؟ لا، هو اللي انا اقول لك من مجالي انه في خلال 20 سنة في بعض معظم الشغلانات اذا هي ملهاش دخل بفهم الداتا، لانه كمية الداتا اللي بتخرج من كل فيلد حوالينا، من الميديا، من الطب، من الهندسة، كمية كبيرة جدا، واحناش عارفين نعمل فيها ايه. الناس اللي هتفهم في الداتا دي هم الناس اللي هتقدر تحافظ على شغلها. في شغلانات كتيرة دلوقتي اوريدي احنا عندنا التاكسيات اللي من غير سواق بدأت تشتغل، فاهم ازاي؟ هيبقى في شغلانات كتيرة جدا، هتلاقي مثلا مصنع كبير بيديره شخصين بس، واوريدي في مصانع في ألمانيا. طب معلش يا دكتورة، احنا في وقت ممكن نجد طوابير وملايين من البطالة والعطالة نتيجة تقدم التكنولوجيا، هل نقدر نرفع عنوان تقدم التكنولوجيا ضاع الإنسان؟ لا، مش للدرجه دي، بس إن لو هيئنا نفسنا ده هيسري على كل 7 بليون بني ادم في العالم، فلازم ان احنا نحضر نفسنا للموضوع ده، نبص للنظره مستقبل. ازاي احضر نفسنا؟ ونحضر نفسنا ان احنا نحضر، احنا عندنا الهيئه البشر بتوعنا هم اهم ريسورس لينا، دول لازم نبدا نحضرهم، لازم نبدا في الجامعات والحاجات نهيئ الجيل الاجيال الصاعده في ان هي تبقى ده حاجه بالنسبه لهم بيتعلموها، ان هي دي حاجه يعني لازم نهيئ نفسنا، الدوله بمؤسساتها بالانفراستراكشر بتاعها، كل الحاجات دي، زي مثلا المدن الجديده اللي بتطلع كلها مدن على الطراز المتقدم اللي بيواكب العصر اللي احنا فيه. طب من خلال شغلك في الذكاء الاصطناعي والارقام والاحصاءات، انا فهمت كده انه انت شايفه الدنيا من خلال الارقام. لا لا لا، مش للدرجة دي، أنا عندي مظلتي التانية واللي هي مظلة المجتمع المدني، ودي مهمة جدا إن أنا أتكلم فيها. لا، قبل ما نروح للمجتمع المدني الأول، لأن أنا بتستهويني فكرة الأرقام هي الأصدق دائما، يعني أنت ممكن الرقم أبلغ من 100 مقال، فأنا شايفها مصر جميلة، أنت قلت لي الأول، لكن شايفها رقميا إزاي؟ شايفانا في مجال الداتا والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، شايفانا إزاي وممكن نعمل إيه؟ بص، ما اقول لك حاجه، الجامعه اللي انا بشتغل فيها هي جامعه متخصصه بس في الساينس والتكنولوجي، انا شايفه انه دوت لازم نركز عليه في مصر. هنا في امريكا شايفين انه مثلا السيدات ما بيدخلوش، سيدات والرجال بس السيدات بالذات ما بيدخلوش المجال ده، احنا عندنا في مصر السيدات عندنا بسم الله ما شاء الله بيدخلوا المجال دوت، وعندنا مهندسات كتير وناس كتيره مخهم كويس في المجال ده، بس لو احنا حطينا صبغه بتاعه اخر الحاجات اللي بتحصل زي موضوع بتاع الديتا ساينتست ديت، لو دخلناها في الجامعات وفي الجامعات في الاندر جراد وفي البوست جراد، ده هيبقى مناسب جدا.